بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين. ها نحن مع هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، قد انطوى أكثره ومضى معظمه، مضت منه العشرون الأول وبقيت العشر الأواخر وهي الثلث، ولكن الثلث كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فما مضى من هذا الشهر يجب علينا أن نحاسب أنفسنا بما مضى، بماذا مضى وبماذا أودعناه من الأعمال. فمن كان محسنا فعليه بالإتمام والاستمرار في العمل الصالح ليضيف خيرا إلى خير، ومن كان مفرطا في العشرين الأول ومضيعا فعليه بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما قصر، وعليه باستدراك هذه العشر المباركة. العمر كذلك ينطوي ويمر بسرعة، ولا يدري الإنسان ولا يستيقظ إلا إذا حضره الموت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إنها عبر، ولكن من يعتبر؟ أيها الإخوة، إن هذه العشر الأخيرة من رمضان هي عشر مباركة وعشر فاضلة، لأنها ختام الشهر والأعمال بالخواتيم، ولأنها العشر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد من الاجتهاد. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. شد مئزرة يعني جد واجتهد في العمل الصالح، وأحيا ليلة، أحيا ليله بالعبادة، أحيا ليله بالعبادة. ليالي هذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها بالتهجد وإطالة الصلاة، ويحييها بذكر الله عز وجل وبتلاوة القرآن. كان في العشرين الأول
كان يصلي وينام، أما إذا دخلت العشر الأواخر فإنه كان يحييها بالتهجد والعبادة، وفي رواية لم يذق غمضا عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يحيي هذه الليالي المباركة بالعبادة والتهجد، الصلاة مع المسلمين، ولا يغفل مع الغافلين فتضيع عليه هذه الأيام وتنتهي بدون فائدة فيخسرها ويندم على ذلك بعد الفوات. قال بعض السلف: الأوقات ثلاثة، وقت مضى لا تستطيع استرداده واسترجاعه، ووقت مستقبل لا تدري هل تدركه أو لا تدركه، ووقت أنت فيه فاستغله بالعبادة. الوقت الذي أنت فيه اجتهد فيه قبل أن يفوت، قبل أن يفوت عليك كما فات ما قبله، وقد يكون هو آخر حياتك فلا تدرك المستقبل، فعليك بالاجتهاد في هذا الوقت الذي تعيشه وهو بين يديك وقد مكنك الله منه، فلا يمضي عليك بدون فائدة وعمل صالح. إن هذه العشر لها فضائل كثيرة. الفضيلة الأولى أنها ختام الشهر، وأنها ليالي الاعتاق من النار ومغفرة الذنوب، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فأيام الاعتاق من النار هي في هذه العشر الأواخر، فأعتق نفسك من النار بطاعة الله سبحانه وبالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، فإن الله يقبل التوبة ممن تاب ويغفر الذنوب لمن أناب إليه. قال تعالى: وأنا التواب الرحيم. قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والفضيلة الثانية من فضائل هذا الشهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصها بعبادة لم يكن يفعلها في أول الشهر، من ذلك أنه كان يحيي ليالي هذه العشر، يحييها بالتهجد بين يدي ربه عز وجل، وكثرة الصلاة، كثرة الاستغفار، وتلاوة القرآن. هذا معنى إحيائها
أي إحياؤها بالعبادة، وليس المراد إحياؤها بالسهر على القيل والقال والأكل والشرب والضحك والممازحة كما يفعله بعض الناس، وإنما يحييها بالعبادة. فينبغي للمسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم فيحيي هذه الليالي، وهي ليالي قليلة ولكنها مباركة وكثيرة النفع بإذن الله. كان صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد اجتهاد لا يفعله في أول الشهر، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر، بمعنى أنه يجلس في المسجد ليله ونهاره يخلو بربه عز وجل وينقطع عن الناس لأجل أن يتفرغ لعبادة الله عز وجل من تلاوة القرآن وذكر الله والصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في المسجد ليله ونهاره ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، ثم يرجع إلى معتكفه عليه الصلاة والسلام. كان يضرب له حصير في ناحية المسجد ويخلو من ورائه ويجلس وحده عليه الصلاة والسلام ولا يخرج منه إلا للصلاة أو يخرج للحاجة التي لا بد منها، ثم يرجع إلى هذا المكان. وبقي يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، مما يدل على فضل هذه العشر، حيث خصها صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف والخلوة بربه عز وجل والبقاء في المسجد في ليله ونهاره، كل ذلك لأجل أن يتفرغ لاستغلال هذه العشر وهذه الساعات وهذه الدقائق المباركة، مما يدل على فضل هذه العشر. ومما يدل على فضل هذه العشر أنها هي أرجى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة مباركة، أخبر الله جل وعلا أنها مباركة، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر. خير أي العمل الصالح في هذه الليلة خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فعملها يعادل عمل ألف شهر.
وألف الشهر إذا حولتها إلى سنين تزيد على 83 سنة. هذا فضل عظيم لمن وفقه الله. وهذه الليلة أخفاها الله في شهر رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في جميع ليالي رمضان من أوله إلى آخره حتى يفوز بليلة القدر، ويفوز أيضا بقيام ليالي رمضان زيادة خير له. قد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحصل على فضل قيام ليالي رمضان كلها، ويحصل على قيام ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر، كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان يتحرى فيها ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر فنقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر، وبقي يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل. وهذا مما يؤكد فضل هذه العشر، وأنها أرجى ما تكون فيها هذه الليلة المباركة. فينبغي للمسلم أن يحرص على إحياء هذه الليالي بطاعة الله عز وجل وقيام الليل والإكثار من ذكر الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، أهل بيته، يوقظهم للتهجد في هذه الليالي المباركة. وهذا مما يؤكد على المسلم أن يحرص على أولاده وعلى أهل بيته، فيوقظهم ويقيمهم للتهجد والصلاة في هذه الليالي مع المسلمين، ولا يترك أولاده يسرحون ويمرحون في الشوارع، ولا يترك نساءه في البيوت نائمات أو غافلات، أو يترك نساءه يتجولن في الأسواق من محل إلى محل طول ليلهن بين ذهاب وإياب، ويترك أولاده في الشوارع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في هذه العشر المباركة لاغتنامها والصلاة مع المسلمين ومشاركة المسلمين. وهذا عمل، وهذا منه صلى الله عليه وسلم امتثال لقوله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وبقوله تعالى ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكما أن الإنسان يطلب النجاة لنفسه ويريد الخير لنفسه، فإنه أيضا يطلب النجاة لأهله وأهل بيته وإخوانه المسلمين، والأمور بالتعاون. قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن بعض الناس يضيعون هذه الليالي بمتابعة القنوات الفضائية
والسهر عليها والنظر فيها وما يعرض فيها مما يقضي على دينهم ودنياهم، فيصبحون خاسرين، لا هم الذين شاركوا المسلمين في قيام هذه الليالي، ولا هم الذين سلموا من الآثام والمناظر الخبيثة والمسامع القبيحة، فهذا عين الخسار. ولا يكفي أنهم ضيعوا هذه الليالي ففاتت عليهم، وإنما زيادة على ذلك تحملوا آثاما وأوزارا بمتابعة هذه القنوات التي أضلت كثيرا من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إنه يتعين على المسلمين أن يتنبهوا لأنفسهم وأن يتنبهوا لأولادهم وأهل بيوتهم في هذا الشهر وفي غيره. الحياة كلها مطلوب من المسلم أن يستغلها بطاعة الله عز وجل، لأنها هي مزرعة الآخرة وهي حصيلتك من هذه الدنيا. أنت خرجت إلى الدنيا ليس معك شيء، خرجت من بطن أمك ليس عليك شيء، ليس عليك ثياب، خرجت عاريا إلى هذه الدنيا، وستخرج منها إلى القبر وإلى الآخرة كما دخلت فيها، فانظر بماذا تخرج منها. لا تخرج من هذه الدنيا من متاعها وأموالها إلا بالكفن، لا تخرج من الأموال التي جمعت وتعبت في تحصيلها إلا بالكفن، اللفافة التي تلف فيها. وإنما المعتبر الأعمال الصالحة، أما الأموال فإنها تبقى لغيرك وتخرج منها كما دخلت فيها، ليس معك شيء منها. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الإنسان ثلاثة إلى قبره، يتبعه إلى قبره ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، ليس له من هذه الدنيا إلا العمل، فإن كان صالحا فيا سعادته ويا ربحه ويا فوزه عند الله، وكانت حياته خيرا له ولو كانت قليلة فإنها مباركة. وإذا طال عمر المسلم على العمل الصالح فذلك زيادة خير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولو كان عمره قصيرا ولكنه استعمله بالطاعة فهو عمر مبارك، أما إذا طال عمره وساء عمله فالمصيبة لا وزن لها ولا جبران لها. إذا طال عمره وساء عمله والعياذ بالله فهو داخل في قوله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالعبرة ليست بطول العمر وقصر العمر، العبرة بماذا استفدت من هذا العمر، هذه هي العبرة، هذه هي الثمرة، وهذه هي الفائدة. تمر بنا هذه المواسم العظيمة كشهر رمضان، ومنا من وفقه الله واستغلها بطاعة الله
فصارت في ميزان حسناته، ومن المقصر ومن المضيع الذي لم ينتبه لنفسه، فتمر عليه هذه الأيام كغيرها لا يستفيد منها إلا السيئات التي تكون في ميزان سيئاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من خسر دنياه خسر آخرته، لأن الآخرة مبنية على هذه الدنيا، الآخرة والمستقبل مبنيان على هذه الدنيا. الإنسان يجتهد في طلب الرزق، في طلب الأموال، يقول أنا أريد أن أؤمن مستقبلي، أؤمن مستقبله بالأموال، يخشى من الفقر، يخشى من الحاجة، ولكنه المسكين لا يؤمن مستقبله الصحيح الذي لا بد له منه، وهو الآخرة. هذه هي المستقبل الذي يجب أن يؤمن بالأعمال الصالحة. أما المال والرزق، الله تكفل سبحانه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكن الشأن في العمل الصالح، هذا هو الذي إذا فات على الإنسان وحضره الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. يا أيها الذين آمنوا، يناديكم الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق، وأن يجعل أعمارنا خيرا لنا، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا يوم لقائه، أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعفو عن سيئاتنا وتقصيرنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. فضيلة الشيخ، الأسئلة كثيرة حول أحكام الاعتكاف، وكثير من الإخوة يصدر سؤاله بقوله إنا نحبك في الله. السؤال الأول: رجل في المعتكف، هل يجوز له الخروج لموعد عقده قبل دخوله المعتكف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الاعتكاف معناه البقاء في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، وترك أعمال الدنيا، تفرغ
لأعمال الآخرة. إذا كان له موعد قد ضربه قبل الاعتكاف مع أحد فليعتذر منه وليؤجله إلى ما بعد العيد إذا كان يقبل التأجيل، أما إذا كان لا يقبل التأجيل وهو عمل ضروري فلا بأس أن يخرج لإنجازه، ولكن يحرص على الإسراع إلى العودة إلى معتكفه، ولا يرتبط بأعمال أخرى، لا يرتبط بمواعيد وأعمال أخرى بعدما دخل الاعتكاف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد أتيت لقضاء العمرة مع والدتي فأردت أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، إلا أن أحد الإخوة قال لي الأفضل أن تبقى إلى جانب أمك لخدمتها، علما أن والدتي يمكنها قضاء حوائجها بنفسها وهي راضية بذلك، وهل يجوز الالتقاء بها كل يوم في الحرم للإطمئنان عليها؟ استأذن منها، استأذن ما دامت أنها تخدم نفسها وهي مستغنية عنك الحمد لله، لكن استأذن منها وأخبرها أنك تريد الاعتكاف، فإذا أذنت لك الحمد لله اعتكف. وأما زيارتها وهي تعذرك لأنك معتكف، ولا المعتكف لا يزور قريبا ولا يزور مريضا ولا يشيع جنازة، لأن ما هو فيه أفضل من تلك الأعمال، فيبقى في معتكفه. وبإمكانك أن تتصل بها بالتلفون أو بآلة الاتصال وتسأل عنها وتسلم عليها، اليوم تيسرت الأمور ولله الحمد بوسائل الاتصال، تلفونات أو الجوالات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الاعتكاف في هذا المسجد هل يكون في مكان خاص أم يجوز أن يتنقل من مكان إلى مكان حيث يتعذر البقاء في مكان واحد؟ المسجد كله محل للاعتكاف، ولو تنقل من مكان إلى مكان فهو لا يزال معتكفا ما دام أنه داخل المسجد. ولكن أنا أقول إن المعتكف ينبغي أن يستقر ويجلس لذكر الله ولتلاوة القرآن، ولا يتجول هنا وهناك داخل المسجد إلا إذا كان محتاجا إلى هذا، إذا كان محتاج إلى الانتقال من مكان إلى مكان ينتقل. أما إنه يتجول في أروقة المسجد وأدوار المسجد هذا ليس من المستحسن، المستحسن القرار في مكانه والتفرغ لعبادة الله عز وجل. نعم. يقول السائل: لو تذكر لنا ممنوعات الاعتكاف ومباحاته وأحكامه ولو باختصار. الممنوعات كما قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيحرم على المعتكف مباشرة زوجته في ليلة الاعتكاف، الليالي التي أباح الله فيها الاتصال بالأهل في غير حالة الاعتكاف، هذا من المحذورات، وإذا فعله بطل اعتكافه. كذلك الخروج، كثرة الخروج بدون حاجة وبدون ضرورة هذا يتنافى مع الاعتكاف، وكذلك كثرة النوم وكثرة الكلام مع الناس والجلسة، يجلس معك ناس ويضيع الوقت في كلام لا فائدة فيه لأمور الدنيا أو في أمور لا فائدة منها، فلا تضيع الاعتكاف في غير ذكر الله عز وجل وبغير ما المقصود من الاعتكاف. الخروج، كثرة الخروج بدون حاجة، كثرة الكلام الذي لا حاجة إليه،
وكذلك اعتزل امرأتك في ليالي الاعتكاف، لأن هذا نص الله عليه، فقال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. يقول السائل: ما علامات ليلة القدر؟ الله أعلم. ليلة القدر خفية، لم يبينها الله لنا من أجل أن نجتهد في جميع الليالي، ليس لها علامات ثابتة بأدلة، ولكن الناس يتوقعون ويذكرون أشياء وقعت لهم أو تخيلوها، الله أعلم بصحتها. إنما علينا الاجتهاد في جميع هذه الليالي التي هي أرجى ما تكون لليلة القدر، ولو لم نعرف علاماتها. لو كان لها علامات لتبينت للرسول صلى الله عليه وسلم. ليس لها علامات واضحة أو أن الله بينها لنا، فلماذا نتكلف هذه الأمور؟ علينا إذا كنا حريصين على هذه الليلة أن نجتهد في جميع الليالي، جميع هذه الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، من أجل أن تمر علينا ونحن في طاعة الله عز وجل، ونحصل على خيرها وبركتها بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي مباشرة زوجتي بعد التحلل من العمرة، وذلك بغرض التبرك بالأرض المباركة أثناء الإقامة في السكن؟ هذا لا أصل له، التبرك بالاتصال بالزوجة في هذه الأراضي المباركة لا أصل له، ولكن تتصل بزوجتك من أجل ما أباح الله لك ولها، ومن أجل الإعفاف، طلب الذرية. أما التبرك فهذا لا أصل له، اللي يقولون إن المولود إذا ولد في هذا المكان أو حصل الاتصال بين الزوجين في هذا المكان أنه يكون فيه بركة، هذا لا أصل له. البركة بالأعمال الصالحة والطاعات والحج والعمرة والصلوات، وأما الأمور المباحة والأمور العادية والأكل والشرب والجماع، هذه أمور تزاول في أي مكان، وليس لبعض الأمكنة فضل على غيرها في هذه الأمور المباحة. نعم. يقول السائل: إذا كانت الرطوبة التي تخرج من محل الولد عند المرأة طاهرا وليس نجسا، فهل تستوجب على المرأة الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها؟ نعم، الوضوء يجب بكل خارج من السبيلين، كل ما يخرج من القبل أو من الدبر فإنه ينقض الوضوء، ويوجب الاستنجاء إذا كان بولا أو غائطا أو ماء أو سائلات تخرج، كله يوجب الاستنجاء لأنه نجس. إلا الريح، خروج الريح هذا لا يجوز الاستنجاء له، واللي يستنجي من خروج الريح هذا مبتدع. أما بقية الخوارج من السبيلين فالإنسان يستنجي منها أو يستجمر منها وينشف المحل ثم يتوضأ. نعم. يقول السائل: أنا خادم لولي من أولياء الله. أنا خادم لولي من أولياء الله. نعم. وأريد أن أوهب له عمرة، فهل هذا حلال؟ العمرة إنما يناب فيها عن العاجز، عن العاجز عجزا مستمرا، العاجز لكبر لا يستطيع السفر للحج والعمرة، أو لمرض مزمن لا يستطيع السفر للحج والعمرة، هذا يناب عنه لا بأس. أما الإنسان الذي فيه قوة وقدرة على أنه يحج بنفسه ويعتمر بنفسه فهذا لا تجوز النيابة عنه. نعم.
يقول السائل: أتيت من أوروبا ولي أمتع لم يسمحوا لي بإدخالها للمسجد فوضعتها في الفندق، وأنا مضطر للذهاب بعض المرات إلى الفندق، فهل هذا يجوز للمعتكف؟ نعم يجوز للمعتكف أنه يخرج للحاجة التي لا بد منها، لكن مع السرعة ما يتأخر خارج المسجد، وإنما بقدر الحاجة ويرجع، لا بأس بذلك. نعم. سماحة الشيخ، يعني كثير من الإخوة يسأل يعني الجمع بين حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة وفعل الصحابة من صلاتهم 20 ركعة. هذا أجبنا عنه وقلنا إن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا لأنه كان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام ويطيل الركوع والسجود. ألم تعلموا أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعتين، خمسة أجزاء وزيادة في ركعتين كما في حديث حذيفة، وأنه كان ركوعه كان لا يمر بآية فيها ذكر الرحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية فيها ذكر العذاب إلا وقف وتعوذ، وكان يقرأ مترسلا عليه الصلاة والسلام في قراءته كما قال الله له: ورتل القرآن ترتيلا، وكان ركوعه نحوا من قيامه في الطول، وكان سجوده نحوا من ركوعه في الطول. تصوروا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما رأوا أن المسلمين لا يستطيعون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الطول خففوا الصلاة وزادوا في عدد الركعات، فصلوها 23 ركعة، وهذا بمحضر من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي، وبمحضر من المهاجرين والأنصار والصحابة رضي الله عنهم، فهم خففوا على الناس وزادوا في العدد إلى 23 ركعة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا، حثنا على قيام الليل ولم يحدد، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يحدد، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام حتى لا نزيد على ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة أفقه منا وأعرف منا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم فهموا أن الرسول لم يوقت لهم حدا معينا فزادوا في العدد، وإلا لو أن الرسول حدد لهم قال لا تزيدوا لم يتجاوزوا هذا الشيء، فهم ما زادوا في العدد إلا لأنهم فهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من ذلك ولم يحدد لهم عليه الصلاة والسلام، كان يرغب في قيام الليل ويحث عليه ولم يحدد عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يقوم من الليل ما تيسر له وما سهل عليه، ولا يحدد هذا بحدد بعدد معين، تحديد إنما هو في الصلوات المفروضة: الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، الفجر 2 ركعات، هذا المحدد. أما النوافل ليس لها تحديد إلا ما جاء في الرواتب التي مع الفرائض، أنها 2 ركعات قبل الظهر أو 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها أو 4، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، نوافل حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بقية النوافل
الرسول لم يحدد لنا، فلماذا نقيد أنفسنا بشيء لم يحدده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وتراعى أحوال الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير الضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى الإنسان منفردا يطول ما شاء، أما إذا صلى بالناس فإنه يراعي أحوال الناس ولا يشق عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بلغني خبر عن زوجتي، فقلت لها في غضب شديد جدا: أنت طالق ومحرمة علي، ثم تبين لي أن هذا الخبر غير صحيح. هذا السؤال تتقدم به للمحكمة الشرعية أو إلى دار الإفتاء، إن كنت في السعودية فالمحاكم الشرعية أقرب محكمة إليك أو دار الإفتاء، أما إن كنت في خارج السعودية فتعرض هذا السؤال على المفتين في بلدكم. نعم. يقول السائل: ما رأي الدين في مصاحبة النصراني وبينهما عمل؟ لا يجوز مصاحبة النصراني بمعنى محبته والتبسط معه، هذا لا يجوز، لأن هذا من الموالاة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ألا يجوز مودة الكافر ومحبته بالقلب والمؤانسة معه والانبساط معه، وإنما تتركه على جانب. وإذا كنت أنت وإياه في عمل وظيفي فلا مانع أنك تعمل معه، ولكن مع بغضه ومع منابذته وعدم محبته. نعم. يقول السائل: كنت قد أوترت في صلاة التراويح، فهل أستطيع أن أصلي بعدها صلاة التهجد؟ لا بأس بذلك، إن الإنسان إذا أوتر فلا يمنع من أنه يصلي بعد الوتر ما تيسر له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا أوتر من آخر الليل يصلي بعده المغرب وتر النهار، ومع هذا نصلي بعدها ركعتين، فلا مانع أنه يصلي بعد الوتر ما تيسر له. نعم. ولكن الأفضل أن يؤخر الوتر ويجعله آخر صلاته من آخر الليل، هذا هو الأفضل. نعم. يقول السائل: أنا عملت عمرة لنفسي وأريد أن أعمل عمرة لولدي المتوفي، مع العلم بأنني أحرمت من أبيار علي، وهل يجوز؟ المتوفى دائما تقول المتوفي، ما هم متوفي، متوفى. نعم. أنا عملت عمرة لنفسي وأريد أن أعمل عمرة لولدي المتوفى، نعم، مع العلم بأني أحرمت من أبيار علي، وهل يجوز أن أعمل عمرة لولدي وأحرم من مسجد التنعيم؟ يجوز هذا يجوز، ولكن الأفضل والأكمل أنك إذا قدمت مرة ثانية إلى مكة من بلدك تجعل العمرة لابنك المتوفى، هذا أكمل وأفضل. نعم. يقول السائل: أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بمئة ألف صلاة، فهل المقصود بالحديث صلاة الفريضة فقط؟ نعم، المقصود صلاة الفريضة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، يعني النوافل، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فدل على أن المقصود بالمضاعفة صلاة الفريضة، لأنها هي التي تصلى في المسجد.
لا بد أن تصلى في المسجد، أما النافلة فالأفضل أن تصلى في البيوت. نعم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يدفع شهادة أو شهادات مزورة للحصول على وظيفة أو متابعة دراسة، وهل تراعى في ذلك حالة الحاجة والضرورة؟ لا يجوز الكذب أبدا، لا يجوز يقدم شهادات مزورة أو تزكيات مزورة لأجل العمل أو لأجل العمل على الوظيفة، الحصول على الوظيفة، هذا كذب. المسلم لا يتعمد الكذب، يطلب الرزق بغير هذه الطريقة، يطلب الرزق بغير هذه الطريقة وهذه الحيلة الباطلة. نعم. يقول السائل: قال الله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هنا هل هي حق أم إخبار؟ نعم، هل هي على الحقيقة أم إخبار؟ هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يتحسر عند الموت، خصوصا المضيع والمهمل تحسر عند الموت. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس، أي لألا تقول نفس عند الموت يا حسرة. هذا في حث من الله أن الإنسان يبادر حياته وصحته لألا يقول عند الموت يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نعم. يقول السائل: لنا أب متوفى. نعم. لنا أب متوفى وعليه كفارة قتل بغير عمد، فقمنا أنا وإخوتي فوزعنا أيام الصيام بيننا، بحيث أنا أصوم أسبوع والآخر أسبوع حتى تنتهي الشهرين، ولكن وزعنا الأيام بيننا، صمنا كلنا في وقت واحد من غير تتابع، فهل هذا مجزئ؟ وكيف يكون الصيام في حالة عدم صحة الصيام الأول؟ وجزاكم الله خير. هذا غير مجزئ لأنه غير متتابع. الله جل وعلا يقول: فصيام شهرين متتابعين، فلو وزعتم الأيام عليكم، يصوم واحد الذي عليه من الأيام ثم يصوم الثاني بعده مباشرة التي عليه، ثم يصوم الثالث بعد الثاني الذي عليه، والرابع كذلك، حتى تكملوا الشهرين، هذا هو المجزي. أما إذا صمتم جميعا هذا لا يجزي لأنه غير متتابع. نعم. يقول السائل: هل الذهاب من مكة إلى جدة سفر؟ كان في الأول سفر، لكن الآن تقارب البنيان بين مكة وجدة فلم يبقى بينهما مسافة قصر، فالآن ما بين مكة وما بين آخر مكة وأول جدة مسافة قليلة جدا، ما هي مسافة قصر. نعم. يقول السائل: من أين يهل أهل جدة بالعمرة؟ أهل جدة يهلون من منازلهم، يهلون من منازلهم إذا نوى ساكن جدة أو المقيم فيها نوى العمرة أو الحج يحرم من منزله. قال صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني من بيته. نعم. يقول السائل: دخل من الحجر في أثناء الطواف، من الحجر، دخل من الحجر في أثناء الطواف فذهب إلى بلده ولم يعرف، فما حكم هذه العمرة ولم يدري؟ ما تمت عمرته. إذا كان دخل بعض الأشواط من الحجر، الحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة، ممنوع الطواف من داخل الحجر، فإذا كان كذلك فهو لم يؤدي العمرة، عليه أنه يرجع يعيد ملابس الإحرام عليه ويرجع ويؤدي العمرة، لأنه ما زال محرما بالعمرة ولم يتحلل منها. نعم. يقول: هل يجوز الطواف وصلاة تحية المسجد في وقت واحد، أم أنه يطوف لكل دخول أو صلاة، وهل يجب كل واحد منهما؟ الطواف تحية القادم، تحية القادم إلى مكة أول ما يبدأ به الطواف، أما المقيم فإنه يصلي ركعتين ويجلس إذا أراد أن يجلس،
صلي ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد إذا أراد الجلوس، إنما الطواف تحية القادم أول ما يقدم، فتحيته الطواف. نعم. يقول السائل: شخص مريض بالبواسير مما يؤدي إلى نزول فضلات مع جزء من لحم يعني من دبره، فهل هذا الدم يبطل الوضوء مع العلم بأن هذا الدم يكون مصحوبا ببعض الفضلات الصغيرة؟ نعم، كما ذكرنا في الجواب السابق، إن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء ويوجب عليه الاستنجاء أو الاستجمار وإعادة الوضوء، إلا إذا كان هذا الشيء يخرج باستمرار لا ينقطع أبدا، فهذا حدث دائم مثل سلس البول ومثل المستحاضة من النساء، فهذا عليه إذا أراد الصلاة أن يستنجي ويضع شيء على المحل ثم يتوضأ ويصلي في الحال ولو خرج منه شيء. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ما يستنجي ويتوضأ إلا عند الصلاة، ويفعل هذا عند كل صلاة ولو خرج منه شيء في أثناء الصلاة فصلاته صحيحة، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. نعم. هذه السائلة تقول: نويت العمر قبل وقت الدورة الشهرية بقليل، فاستعملت حبوب منع الدورة وأحرمت بالعمرة وقدمت إلى الحرم، ولكن يأتيني أحيانا كدرة وهي منقطعة تأتي مرتين إلى ثلاث في اليوم، وما زلت أستخدم العلاج فأخرت العمرة وبقيت على إحرامي وصمت اليوم وصليت، والآن رأيت كدرة فلم أصلي العشاء، فماذا أفعل علما بأن أهلي سيغادرون فجر الجمعة وأنا قد اشتركت عند النية بأنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني لأنني كنت أخشى الدورة لما رأيت من كدرة، فماذا أفعل؟ هل أعتمر وقت انقطاع الكدرة؟ وماذا عن صيامي؟ هل هو صحيح؟ وهل أصلي؟ أرجو إفادتي لأنني محتارة. أنت اللي حيرت نفسك بهذا العمل، لماذا تأخذين الحبوب هذه؟ لو تركت الدورة على طبيعتها استرحتي، جاءت الدورة وانتهت واغتسلتي وأديت العمرة، أما الآن أخذت هذه الحبوب فلا الدورة تنزل بطبيعتها ولا تنقطع، فصارت بين، أما إن كانت هذه الكدرة وهذه الصورة في أيام العادة فهي حيض، في أيام العادة حيض، الكدرة والصهرة في أيام العادة حيض، تجلسين من أجلها ولا تصلي ولا تطوفي ولا تقرأ القرآن حتى تنتهي وتغتسلين. أما إن كانت هذه الكدرة وهذه الصهرة في غير وقت العادة فأم عطية رضي الله تعالى عنها تقول: كنا لا نعد الكدرة والصهرة بعد الطهر شيئا، إذا كانت خارج وقت العادة ليست بشيء، ولكن لا تطوفي إلا بعد أن تتوضئي وتنشف المحل، والصلاة تصلين أيضا لأنه ما هو بحيض، ما دام أنه خارج وقت العادة فهو ما هو حيض. أما إذا كانت الكدرة والصغرى في محل العادة ووقت العادة فإنها حيض ولو كانت قليلة ولو كانت متقطعة. نعم. يقول السائل: رجل لبس ثوب الإحرام قبل الميقات في الطائرة، وعند الميقات لم يسمع الإعلام بدخول الميقات يلملم، وأحرم فوق جدة وأدى مناسك العمرة، ماذا عليه؟ عليه فدية، عليه أنه يذبح فدية في مكة تجزي في الأضحية، يعني في السن وشروط الأضحية، يذبحها يوزعها على فقراء الحرم لأنه تعدى الميقات بدون إحرام.
فترك واجبا من واجبات العمرة يجبره بدم، وإن كان لا يستطيع أن يذبح لفقره أو ما معه نقود يصوم 10 أيام. نعم. يقول السائل: ما حكم استعمال الجوال في المسجد؟ لا ينبغي استعماله في المسجد للصوت الذي فيه وإزعاج الناس، تشويش على الإنسان أيضا. صاحب الجوال لو اتصل الجوال وهو يصلي شوش عليه، فإذا أراد أنه يدخل المسجد يغلق الجوال، فإذا احتاجه وهو داخل المسجد يفتحه ويكلم، ثم إذا خلص يغلقه، ما يخليه مفتوح ثم يصير له صوت ويزعج الناس ويشوش على صاحبه ويشوش على الناس. نعم. يقول السائل: الذي عليه دم ولم يعرف كيف يوزعه في مكة ماذا يعمل؟ وهل التوزيع لفقراء مكة شرط؟ وهل يجوز أن يذبح في غير مكة؟ لا، ما يجوز يذبح في غير مكة. الذبح يكون في الحرم، وتوزيع يكون على فقراء الحرم الموجودين في الحرم من الفقراء، سواء كانوا من أهل الحرم أو كانوا من القادمين إليه، ما داموا فقراء أعطهم، وزع اللحم عليهم، ولا يجوز الذبح خارج الحرم. لكن إذا كنت لا تستطيع الذبح ماديا، ما عندك فلوس، صم 10 أيام بعد رمضان، تصوم 10 أيام بعد رمضان في أي مكان، ما هو بخاص في مكة، الصيام يجوز في أي مكان ولو إذا رجعت إلى أهلك، أما الذبح فلا يكون إلا في مكة. نعم. يقول السائل: لأبي له أبناء في المدينة وأبناء في البادية، قام وكتب بعض الأموال من ماله إلى أبنائه الذين معه في البادية فقط، ما هو الحكم في هذا الحال؟ هذا حرام، لا يجوز يخص بعض أولاده دون بعض. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه رجل أعطى بعض أبنائه عطية ويريد أن الرسول يشهد عليها، قال صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز أن يخص بعض أولاده اللي في البادية أو اللي في البلد أو أيا كان، ما يجوز يخص بعضهم دون بعض، بل يسوي بينهم في العطية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.